جملة الحملة فيها زيارات لمراكز الرعاية الاجتماعية، بتعرفي دور مراكز الرعاية الاجتماعية وأهميتها، وهلا اليوم في عن طريق جمعية دفا تكريم الأم البديلة، والأم البديلة كثير لها دور أساسي، يعني هي أم لم تلد ولكن ترعى على حساب صحتها وراحتها. ضمن الحملة أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أسرتي بخير ووطني بخير، فبمناسبة عيد الأم حبينا بصراحة كجمعية دفا نقوم بتكريم أمهات فاقدي الرعاية الأسرية، سواء كانوا أهالي لهدول الأطفال أو غير أهالي لهم، لحتى نأكد على تماسك المجتمع وعلى الترابط الأسري، وبأنه الطفل مهما كان هو مثلا متواجد بالشارع فهو ضحية، سواء نتيجة ظروف صعبة والأهل بالنهاية أكيد، يعني نحن مو هدفنا كجمعية أنه نعمل فرقة بين الأهل والأطفال، فنحن لحتى نأكد من خلال هذا التكريم اللي حنقوم فيه على التماسك الأسري بالنسبة للأم وبنتها للطفل وزويه، ونحن بالنهاية كجمعية اللي حيكرموا هن أطفال الجمعية نفسهم، هن حيكرموا أمهاتهم، وفي منهم هن حيكرموا الرعاية البديلة اللي عنا. هدول أطفال فاقدين للرعاية، ما يعني ما في أهل يساعدوهم، فنحن بنساعدهم بننمي لهم مواهبهم كرياضة كفنون كرقص كأي مجال مثلا هن يقدموا إبداعهم فيه بالأيام الجاية بالمستقبل، فنحن عم نساعدهم حتى يكونوا عندهم قدرة على أنه يكون عندهم شغل بالأيام اللي يطلعوا فيها من المركز.